عشان كده انا بقول لحضراتكم الايام دي الحمله اشتغلت شويه على احمد فتحي مثلا. احمد فتحي اليومين ثلاثه اللي فاتوا برضو والنهارده او امبارح انا شفت في احد البرامج ان بيتكلم على احمد فتحي وبيقول لك ان احمد فتحي عامل مشاكل كبيره جدا وعايز ياخد فلوس من النادي وعايز يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الحقيقه انا ما همنيش الموضوع، لكن لما دخلت على التعليقات، وطبعا انا متاكد ان اللي بيعلق على اللي بيقول التعليقات دي مش اهلاويه، اللي بيعلق التعليقات دي مش اهلاويه، كلهم ما بيشجعوش النادي الاهلي. قال لك اصله يمشي مش عارف ايه، الكلام ده مش مظبوط يا جماعه. احمد فتحي واحد من اهم وافضل ومن اخلص اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، وان شاء الله بكره هقول لكم بعد المباراه ان شاء الله هقول لكم كلام كتير جدا بخصوص هذا الموضوع، لانه مهم جدا جدا ان انا اتكلم على واحد من النجوم الكبيره في النادي الاهلي، كابتن احمد فتحي. كابتن احمد فتحي موجود في النادي الاهلي، لم يطالب باي شيء لان هو واخد كل حقوقه، بيلعب بشكل متوازن ودايما موجود مع الفريق الاساسي او الاحتياطي قبل ما يلعب بشكل اساسي بعد رجوعه من الاصابه، وكان بيتمرن كويس وكذا وكذا وكذا. فخدوا بالكم الحمله بتبتدي واحده واحده، الحملات سوري انا اسف، الحملات بتبتدي واحده واحده. الحملات دلوقتي كانت على الرباعي الاجنبي ومعاهم دخلوا معاهم كده احمد فتحي في احد البرامج، لقيت حد بيقول لك اصل هو عايز فلوسه بيهدد النادي. لا احد يجرؤ على تهديد بالنادي، لا احد يجرؤ ان هو يهدد النادي الاهلي، فما بالكم باحمد فتحي. ده بيتزامن مع ايه؟ نفكر كده مع بعض واحده واحده. ده بيتزامن مع ايه؟ بيتزامن مع كل ما المباريات بتبقى اقل ومهمه، تلاقوا قبل الماتش بيوم او بيومين تلاقوا ايه فرقعه كده حصلت، فرقعه حصلت في احمد فتحي في الاربعه المهاجمين. اللي بيعمل كده عايز حضراتكم جمهور، عايز جمهور النادي الاهلي يعمل ايه؟ يطلع يقول لك يفقد الثقه في لاعبيه الاجانب، وبالتالي يفقد الثقه في ادارته.